السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتورة منى. هنكمل بقية البروتوزوا. هنتكلم على النهاردة هنتكلم عن الهيموفلاجيلات. دي الفلاجيلات، الحياة اللي بتتحرك بالفلاجيلات وموجودة في البلود واللمف في البودي فلويد. من ضمن الهيموفلاجيلات نوعين، تربنسوما وليشمانيا. جينس تربنسوما وتحتها انواع تانية، وجينس ليشمانيا. الاثنين بيبقوا موجودين في التيشو والبودي فلويد والتيشو، يعني البلود والليمف والبرين اكتر اماكن بيحبوها، بس ممكن يبقوا موجودين في تيشو تاني. والاثنين بيحتاجوا انترميديت هوست، ونو سيكشوال سايكل از نون. ما فيهاش جامتوجني، ما فيهاش سبوريليشن، لكن فيها عشان هي فلاجيليت هنقول لونج دينال بيناري فيجن. ايه هي بقى المورفولوجيكال فورم اللي بتبقى موجوده في الهيموفلاجيليت؟ هنتفق اتفاق انه ال عندي فور فورمز، في فور فورمز في اللايف سايكل، تمام. بعض مش كلهم بيبقوا موجودين في كل اللايف سايكل، تمام. هنعرف ده بعدين. طيب انا عندي كلهم فيهم ايه؟ فيهم نيوكليوس، فيهم كينيتوبلاست اللي هو البيزل بودي بتاع الفلاجيلي، وفيهم فلاجيلي. يبقى نيوكليوس كينيتوبلاست وفلاجيلي. نيوكليوس كينيتوبلاست وفلاجيلي، حلو الكلام. طيب انا عندي النيوكليوس ثابته، النيوكليوس ثابته فيهم في الاربعه فور. يبقى هنبص على البوزيشن اوف كينيتوبلاست بالنسبه للنيوكليوس، ده هيحدد الفورم اللي انا شايفاه ايه. بمعنى هنتكلم دلوقتي، انا عندي الاربعه فور تربو ماستيجوت، النوع الثاني اي بي ماستيجوت، النوع الثالث برو ماستيجوت، النوع الرابع اماستيجوت، تمام. تاني تربو ماستيجوت، اي بي ماستيجوت، برو ماستيجوت، اماستيجوت، وكل واحده فيهم ليها اسم تاني. التربو ماستيجوت لها اسمها تربنسوم، الاي بي ماستيجوت اسمها كرايسيديا 4، البرو ماستيجوت اسمه ليبتوبنات 4، والاماستيجوت اسمه ليشمانيا بودي. طيب الشكل اللي انا شايفاه، اول واحده اسهل واحده فيهم الاماستيجوت، هي شكلها راوندد، الباقيين كلهم ليف لايف، عاملين زي ورقه الشجر او مطولين شويه، تمام. يبقى اول واحده الاماستيجوت راوندد، دي تميزها عن بقيه الفورم اماستيجوت. الكاينيتوبلاست بيبقى موجود في اي مكان للنيوكليوس، والفلاجيلي مفيش في الفلاجيلي، بيبقى روميننت بسيط جدا الخط اللي موجود مع الكاينيتوبلاست، ما بيعديش الممبرين، اسمها اماستيجوت عشان ما فيهاش فري فلاجيلي، تمام. ده الاماستيجوت. طيب ندخل بقى على التربو ماستيجوت. انا عندي شكلها ليف لايف او اللونجيتد، والنيوكليوس في النص. الكاينيتوبلاست موجود فين؟ موجود اد بوستيرير اند، تحت. الكاينيتوبلاست موجود اد بوستيرير اند، والفلاجيلي الفري موجود عند الانتيرير اند، تمام. يبقى الكاينيتوبلاست في التربو ماستيجوت موجود اد بوستيرير اند، تمام. البرو ماستيجوت عكسه، الكاينيتو بلاست موجود ادز انتيرير اند، موجود ادز انتيرير اند. طب الاي بي ماستيجوت موجود انتيرير تو ذا نيوكليوس، موجود ناحيه الانتيرير برضو بس قدام النيوكليوس مش عند الاند. خلاص يا شباب، السلايد دي بتشرح الفروقات ما بين الفور فورمز في اللايف سايكل بتاعه الهيموفلاجيلات اللي قلناها قبل كده. اول واحده عليا في الهيموفلاجيلات الليشمانيا. الليشمانيا دي الهوست بتاعها بيبقى في المان والدوك والرودنت، المان الدوك الرودنت، بتبقى انتراسيلولار بارازايت وهاز هيتروزينس لايف سايكل. يعني ايه هيتروزينس؟ يعني محتاجه انترميديت هوست، محتاجه انترميديت هوست، وبتبقى موجوده في تو فورمز، في فور فورمز قلناهم. اول واحده الاماستيجوت، ودي موجوده في الديفينيتيف هوست الهيومن اللي يهمنا، يعني الهيومن بتبقى انتراسيلولار بارازايت، وبتبقى ديفرنشي المالتيبلاي باي لونجيتودينال بيناري فيجن. بتبقى موجوده فين جوه الهوست؟ بتبقى موجوده في الفاجوسايت والماكروفاج بتاعه الريتيكولو اندوثيليال سيستم، اكزامبل ليها السبلين.
طيب البروماستيجوت، البروماستيجوت اللي هو ليه اسم تاني ليبتومنات 4، بتبقى موجوده في الانترميديت هوست وتحديدا في الجت بتاعتها، في الجي اي تي بتاعه الانترميديت هوست، وبيبقى حشره. وممكن كمان تبقى موجوده في الكلشر، تبقى موجوده في الكلشر. طيب الدايجنوستيك ستيج بتاعتي ايه؟ الامستيجوت، الامستيجوت، الامستيجوت احنا اتفقنا ان هي اللي موجوده في الديفينيتيف هوست، في الفاينل هوست، بتبقى موجوده في الهوست تيشو لو انا خدت بايوبسي او سكرابنج من ألسر، يعني الباثولوجي اللي بيعمله لي الليشمانيا هلاقي فيه الامستيجوت. طيب انا عندي بقى الانترميديت هوست هو ايه؟ الانترميديت هوست ده فلاي، ذبابه اسمها فليبوتومس سبيشيز، ذبابه الصفراء، او اللوتسمايا سبيشيز في النيو وورلد، في العالم القديم اللي هو الشرق الاوسط وافريقيا واسيا فليبوتومس، وفي النيو وورلد اللي هو الامريكتين لوتسمايا سبيشيز. الانفكتيف ستيج بتاعتي الليبتومونات فورم اللي هي البروماستيجوت، وده منطقي لان احنا قلنا الفورم اللي موجوده في الانترميديت هوست هي الليبتومونات فورم. لو قلنا اللايف سايكل اوف ليشمانيا عشان نفهم بس على السريع، ان احنا قلنا الانترميديت هوست اللي هو الفلاي، الفلوبوتومس سبيشيز فلاي، تمام. الفلوبوتومس دي بتقرص وبتمص الدم، بلاد ساكينج فلاي. هتيجي الانسان انفكتد ويز ليشمانيا، هتقرصه وتمص البلاد ميل بتاعتها، هتاخد مع البلاد ميل بتاعتها الامستيجوت اللي هي جوه الفاينل هوست. الامستيجوت جوه جسم الفلاي الذبابه هيتحول لبروماستيجوت، هيتحول لبروماستيجوت ويروح عند الماوس without involvement of salivary gland بتاعتها، هتروح عند الماوس بتاعها وتبقى موجود البروماستيجوت. تيجي تقرص انسان تاني، تقرص انسان تاني، هتاخد البلاد ميل بتاعتها وتعمل ريجوركتيشن، ترجع عليه البروماستيجوت، يبقى الانسان اتعدى عن طريق الفلوبوتومس سبيشيز بايت، الفلوبوتومس سبيشيز بايت. طيب اتعدى الانسان بالفلوبوتومس سبيشيز بايت وخد البروماستيجوت، ايه اللي هيحصل؟ اول ما البروماستيجوت تدخل جوه جسم الانسان، تيجي الفاجوسيستيك سيل، جسم غريب دخل جوه جسم الانسان، تيجي الفاجوسيستيك سيل والماكروفاج تعمل انجولفمنت للبروماستيجوت. جوه البروماستيجوت، جوه الماكروفاج، البروماستيجوت على طول تتحول لاماستيجوت ويحصل لها ريبرودكشن، تتكسر كتير كتير بالبيناري لونجيتودينال بيناري فيجن. واول ما يبقى العدد كتير الماكروفاج دي ترابشر، تبقى بريك اوت وتطلع الامستيجوت وتادي انيو سيل، تمام. طيب انا عندي هنا وصلنا للريتيكولو انديثيليال سيستم، فالماكروفاج والفاجوسايت. طيب لو في عندي النوعين من الليشمانيا، عندي نوعين من الليشمانيز، واحد فيهم بتبقى البايت اوف موسكيتو عند السكن، انا الناموس ما بيقرص السكن، جسم الانسان عند السكن. طيب لو الفاجوسايت والماكروفاج ليميتد للسكن والديرمال ليجن، دي بتعمل لي حاجه اسمها ديرمال ليشمانتيز. طيب لو الماكروفاج والفاجوسايت دخلت جوه جسم الانسان وسرحت في الريتيكولو اندوثيليال سيستم، هتعمل لي حاجه اسمها فيسرال ليشمانتيز. لو حبيت اقول الكلام المهم في اللايف سايكل، هقول ان الانفكتيف ستيج بتاعتي اللي هو البروماستيجوت بتيجي عن طريق البايت اوف لوبوتومس سبيشيز فلاي. طيب والدياجنوستيك ستيج الامستيجوت، في كمان حاجه تاني ان الامستيجوت احيانا مثلا انا خدت من بايوبسي الامستيجوت، الدياجنوستيك ستيج من الهيومن خدته في بايوبسي ولقيت عدده قليل قوي، فانا ممكن ازرع الامستيجوت ده في كلتشر. جوه الكلتشر الامستيجوت عشان بره جسم الانسان بيتحول لبرو ماستيجوت، فانا هنا عندي الدياجنوستيك ستيج ممكن تبقى امستيجوت لو في هيومن او في هيومن تيشو، لكن لو هي حطيتها في كلتشر هتتحول لبرو ماستيجوت. فالدياجنوستيك ستيج هنا البرو ماستيجوت في الكلتشر كمان هتودي، تمام.
الانفكتيف ستيت الانترميديت هوست بتاعتي الفلوبوتامس سبيشيز او اللوتس مايا لو هو في النيو. السلايد دي بتوضح الصوره بتوضح مكان البايتس اوف فلاي، مكان البايتس اوف فلاي بيعمل لي سمول بابيول، بقليله كده صغيره سمول بابيول، وده هيتطور في حاله الديرمال ليشمانزيزس لألسر كبيره. لكن في حاله الفيسرال ليشمانزيزس احنا قلنا ان الريتيكولو اندسي الماكروفاج والفاجوسيتك سيستم بتسرح جوه، فبتعمل لي الفيسرال ليشمانزيزس، يبقى انفولفمنت اوف فيسرا جوه في التيشو داخل ايه. ايه بقى انواع الليشمانيا اللي بتعمل لي ديرمال؟ واحده اسمها سبيشيز اسمها ليشمانيا تروبيكا، دي بتعمل لي ديرمال ليشمانزيز، بتعمل لي ألسر بينليس ديستروينج ألسر، بتبقى سيلف هيلينج، اسمها اورينتال سور. اورينتال سور والرياكشن او الباثولوجي بيبقى restricted للسكن، والبارازايت don't circulate in the blood and internal organ، ما بيوصلش الانترنال الريتيكولو اندوثيليال سيستم الداخلي. بينما النوع الثاني الليشمانيا دونيفاني، ليشمانيا دونيفاني دي الماكروفاج والفاجوسيستيك سيل بتاخدها للانترنال اورجان في الريتيكولو اندوثيليال سيل الريتيكولو اندوثيليال سيستم الداخلي. زي ايه؟ زي السبلين والليمف والبون مارو، بتعمل لي حاجه اسمها فيسرال ليشمانزيز، ودي بتبقى قاتله لو اتسابت من غير علاج. طيب في النيو وورد فاكرين لما قلنا ان لوتس مايا فلاي بتبقى في النيو وورد، بتعمل لي حاجه اسمها ميوكوكتينيوس ليشمانزيز. الليجن بتبدا عند البايت اوف فلاي البابيول اللي احنا شفناه، وبعد كده تنتشر للنوز، الحاجات اللي فيها ميوكوكتينيوس تيشو زي النوز والماوس، وبتعمل لي ديسفيجرمنت تشوهات اذا ما اتعالجتش. طيب احنا قلنا المعلومات الاساسيه عن الليشمانيا، الهوست بتاعي المان والدوج والرودنت، والانترميديت هوست الفلوبوتامس سبيشيز ذبابه الرمل، او اللوتس مايا سبيشيز فلاي. الهابيتات عند الريتيكولو اندوثيليال سيل الريتيكولو اندوثيليال سيستم، وعندي الانفكتيف ستيج البروماستيجوت، وعندي الدياجنوستيك ستيج الاماستيجوت في حاله الهوست تيشو، والبروماستيجوت في حاله الكالتشر. ناقص لي المود اوف انفكشن. انا هقسم المود اوف انفكشن لثلاثه: بايولوجيكال ميكانيكال وكونجينيتال. بايولوجيكال ميكانيكال وكونجينيتال. اول واحده البايولوجيكال اللي قلناها كتير اللي هي ثرو ذا ساند فلاي بايت، اللي هي فلوبوتامس سبيشيز اسمها ساند فلاي ذبابه الرمل. الانفكتيف ستيج في الحاله دي اللي هي البرو ماستيجوت. طيب ايه هي الميكانيكال؟ انا عندي احنا قلنا ان في نوع اللي هو بيبقى كونفايند او ريستريكتد للسكن، بيعمل لي ألسر ديستركتيف ألسر. الألسر دي لو حد عمل دايركت كونتاكت معاها ممكن يتعدي، ممكن يتعدي. وفي الحاله دي الانفكتيف ستيج هنا الاماستيجوت، الانفكتيف ستيج الاماستيجوت. طب الكونجينيتال ممكن لو ام انفكتد المذر فروم مذر تو ذا بيبي، برضو في الحاله دي الانفكتيف ستيج الاماستيجوت. طيب ايه البرينترال دي؟ البرينترال دي عباره عن البلود ترانسفيوجن او النيدلز زي المدمنين، وفي الحاله دي برضو بياخد التشيرنج نيدل، في الحاله دي بياخد برضو الانفكتيف ستيج الاماستيجوت. الدياجرام اللي قدامنا ده بيوضح الفورم اوف ليشمانيا، عندي البروماستيجوت والكاينيتوبلاست عند الانتير اند طالع منها الفري فلاجيلي، والاماستيجوت اللي احنا قلنا الكاينيتوبلاست مكانه مش مهم، والفري فلاجيلي ما بتطلعش بره، بيبقى روميننت حاجه بسيطه قوي ما بتطلعش بره الممبرين، وبتبقى كمان راوندد. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، بس احنا خلاص هنقسم بقى كوتينيوس ليشمانزيزس اللي هو ديرمال ليشمانزيزس اللي بيعمله لي ليشمانيا تروبيكا، تمام. الهوست بتاعي المان والدوج والرودنت كريزرفوار هوست، والفيكتور بتاعي في البوتيموس باباتساي في البوتيموس سبيشيز واللتسماي سبيشيز ساند فلاي. الديزيز بيعمل لي كوتينيوس ليشمانزيزس. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن دي 90% من الحالات بتبقى في موجوده في افغانستان والجزائر ومصر وايران والعراق والسعوديه وسوريا في الشرق الاوسط، والنيو وورد بتبقى موجوده في البرازيل وامريكا الجنوبيه.
الصور دي بتبين الكوتينيوس ليشمانزيزيس. الكوتينيوس ليشمانزيزيس شايفين بتبقى ألسر كتير وممكن تبقى أكبر من كده كمان، والمشكلة إنها بتبقى بينلس، العيان مش حاسس بيها. دي موجودة في الرجل، والتانية موجودة في التشيك بتاع بيبي، التالتة مش موضحة هي موجودة فين، بس شايفين بتبقى الألسر ديستروينج وبينلس. خلاص احنا بنراجع الكلام. الفيسرال ليشمانزيزيس ليه اسامي تانية، كالازار فيفر، دمدم فيفر، وبلاك فيفر. كمان في الديرمال ليشمانزيزيس كان ليه اسامي تانية، اورينتال سور او الكوتينيوس ليشمانزيزيس، اورينتال سور، واليبو سور، وبغداد سور. بالنسبة للفيسرال ليشمانزيزيس او كالازار، الهوست بتاع الدوج والرودنت والهيومن. في الهند بس حاجة غريبة ان لقيوا ان الهيومن هو بس الهوست. الفيكتور بتاعي زي الكوتينيوس ليشمانزيزيس، الفلوبوتاموس، واللوتسمايا. الديزيز فيسرال ليشمانزيز. البارازايت والجيوغرافيكال ديستريبيوشن دي بقى موجوده في برضه في الميدل ايست والميديترينيان ريجن، حوض البحر المتوسط، واجزاء من افريقيا، وفي الهند والصين. كمان في نيو وورلد فيسرال ليشمانزيز. الصوره دي بس توضيحيه، بيبين لك ان تاثير الانترنال ريتيكولو اندوثيليال سيستم انها بتعمل لي هيباتوسبلينو ميجالي تبقى كبير جدا لدرجه انه بيبقى اوبفيوس بالعين. والصوره دي بتوضح شكل الامستيجوت جوه السيل، وهتشوفوها ان شاء الله في سكاشن العمل. الصوره دي بتوضح شكل البروماستيجوت في الكالشر، شكل البروماستيجوت بالكالشر في الكالشر بس بصبغات مختلفة. تاني نوع من الهيموفلاجيليت التربانوسوما، وده هنسترجع الكاركتر جنرال كاركتر في هيموفلاجيليت، انها موجودة في السيركولاتري سيستم والتيشو فلويد، وهيتروزينس يعني محتاجة انترميديات هوست، والانترميديات هوست دي بيبقى في الغالب بلاد ساكينج فلاي، وبتبقى شكلها elongated leaf life organism. classification of trypanosomes تعتمد على methods of transmission. ازاي؟ انا عندي الانفكتيف stage of trypanosome اي نوع اي جينس اسمها metacyclic trypanosome. metacyclic trypanosome تمام. الانترميديات host arthropod vector بيختلف، اسمه بيختلف من نوع من trypanosome لنوع اخر. خلاص. طيب انا عندي الارثروبود فيكتور ده بيعمل انجكشن او بيدخل انتروديوس الانفكتيف ستيج جوه الهوست. هو خد بارازايت من هوست او سابق، عمل له بروسيسنج في الجت بتاعته. بس في انواع تربانوسوما الانفكتيف ستيج لما تتكون بتروح للسليفري جلاند، بعد ما الفيكتور ده او الانترميديات هوست الارثروبود ياخد البلاد ميل من الهوست الجديد اللي بيقرصه، يعمل بالسليفري جلاند انجكشن للانفكتيف ستيج جوه الجرح. ده حصل عن طريق الفم، السليفري جلاند اللي هي اللي جنب الفم. تمام. فسميته انتيرور ستيشن او سيكشن سليفاريا لانها عن طريق السليفري جلاند. وفي نوع تاني الانفكتيف ستيج بعد ما اتكونت راح بدل ما تروح للسليفري جلاند والماوس راحت للانس. ليه؟ البارازايت ده الارثروبود فيكتور ده متعود انه بعد ما ياخد البلاد ميل ويشبع من الهوست اللي بيقرصه وبيمص دمه، بيعمل ستول، بيعمل ديفيكيشن، يتبرز جنب الجرح. وطبيعي رد فعل الانسان، او لان في الغالب القرصه بتبقى في الفيس في الوش، فطبيعي رد فعل الانسان ان هو اما يتقرص في وشه ويتألم بيهرش مكان القرصة، فبيعمل rubbing of stool into the wound، بيدخل الستول اللي جواه الانفكتيف ستيج في الجرح، فبيعمل لي الانفكشن، توصل له الانفكشن والانفكتيف ستيج تدخل في مسار البلد. طيب ده اسمه ايه؟ بما انه حصل عن طريق الانس فسميته posterior station او section stecorea. انواع التربانوسوما اللي بتصيب الانسان، عندي جينس بيتنقل، عندي انواع تربانوسوما بتتنقل عن طريق الانتيريور ستيشن، عن طريق السليفري جلاند اللي لسه قايلينها انتيريور ستيشن. تربانوسوما جامبنزي وتربانوسوما رودزينزي، النوعين دول بيعملوا لي اكيوت وكرونيك سليبنج سيكنس، اكيوت وكرونيك سليبنج سيكنس او افريكان تربانوسوما
يبقى اكيوت تربانسوما جامبنزي بتعملي كرونيك سليبنج سيكنس، وتربانسوما رودسينزي بتعملي اكيوت سليبنج سيكنس، او ويست تو ايست افريكان تربانومايسيس او سليبنج سيكنس. بيتنقلوا الاثنين عن طريق فلاي اسمها تيسي تيسي فلاي، واسمها العلمي جلوساينا سبيشيز. طيب التربانسوما كروزاي دي اللي بتعمل لي مرض اسمه شيجز ديزيز، بتتنقل بالبوستيرير ستيشن اللي قلنا عن اللي هو استاكوريا. بتعمل المرض بتاعها اللي هو الشيجز ديزيز ليه اسم تاني اسمه امريكان تربانومايسيس، والفيكتور الانسكت فيكتور بتاعها اسمها وينجد باج او ترياتوما ماجيستا. افريكان تربانومايسيس نوعين اللي هما تربانسوما جامبنزي بتعملي كرونيك ويست افريكان او جامبيان فورم اوف سليبنج سيكنس، سموها كده لانها كانت اكتشفوها في الاول في بلد اسمها جامبيا في ويست افريكا، وبتتنقل بالجلوساينا اللي هي قلنا عليها تيسي تيسي فلاي. بس احنا خلاص الجامبنزي تحديدا بتتنقل بسبيشيز من الجلوساينا فلاي اسمها جلوساينا بالبالس، جلوساينا بالبالس. ولازم نحفظ الجلوساينا تربانسوما جامبنزي بتاعتها جلوساينا ايه، وتربانسوما رودزينزي بتاعتها جلوساينا ايه. طيب التربانسوما رودزينزي بتعمل لي acute form of sleeping sickness او east african sleeping sickness او روديسيا type of sleeping sickness. روديسيا دي بلد برضو transmitted by the bite of جلوساينا موريستانس. يبقى جامبنزي جلوساينا بالبالس ورودزينزي جلوساينا موريستانس. تربانسوما رودزينزي وجامبنزي الهوست بتاعهم الهيومن الهابيتات البلود والليمف والسي اس اف كونكتيف تيشو والبرين. الانفكتيف ستيج ميتاسايكليك تربانسومز، والدياجنوستيك ستيج اللي هي التربانسومز او تيربو ماستيجوت اللي وان اوف ذا فورم اللي خدناهم الاربعه من الاربعه فورم من الاربعه فورم اللي خدناهم في بدايه المحاضره. الترانسميشنز او الميثود اوف انفكشنز او مود اوف انفكشن، اول واحده البيولوجيكال زي الليشمانيا ثرو ذا بايت اوف انفكتد تيسي تيسي فلاي. كونجينيتال ترانسميشن ممكن يحصل ثرو ذا بلاسينتال بارير بيعدي البارازايت من المذر تو ذا بيبي، او بارينترال ثرو كونتامينيتد نيدلز او بلود ترانسفيوجن، واحيانا اكسيدنتال انفكشن في اللابس مع الريسيرشر اللي بيشتغلوا في التربانسومز. ده شكل التيربو ماستيجوت او الدياجنوستيك ستيج، هتاخدوها في السكاشن العملي بالتفصيل. بس هي ليف لايك بتبقى فيها سنترال نيوكليوس وفيها كاينيتو بلاست. البوستيرير اند ممكن تبقى راوندد بلانت او بوينتد تمام. والكاينيتو بلاست البوزيشن بتاعها هل تيرمينال ولا سب تيرمينال ده يفرق. وفيها حاجه اسمها انديوليتنج ممبرين، ده فلاجيلا بتبقى اتاتشد للبودي. هتاخدوها بالتفصيل في السكيشن العملي. ده شكل الدبلوت فيلم بيبين التيربو ماستيجوت، بيبين ان التربانسوما جامبنزي ورودسينزي بليومورفيك. يعني ايه؟ يعني ليها مالتيبل شيبس انترميديت وسلندر فورم وستامبي فورم. بتبقى الفري فلاجيل بتاعتها صغيره او تقريبا ما فيش وبتبقى تخينه شويه، او سلندر فورم الفورم الطبيعي اللي هو بيبقى رفيعه والفري فلاجيل بتاعتها طويله وفري، او الانترميديت فورم اللي هو ما بينهم. ده شكل التيسي تيسي فلاي او الجلوساينا سبيشيز فلاي، بالبالس في حاله التربانسوما جامبنزي وميرستانز في حاله التربانسوما رودزينزي. ده صوره الولد عنده سليبنج سيكنس، بيبقى الكونشوس ليفل بيبقى ديستربت في الغالب بيبقى كوماتوزد، وفي في ايديم. ده صورة ولد عنده sleeping sickness suffer from sleeping sickness بيبقى ال conscious level disturbed وفي الغالب بيبقى comatose، عشان كده نسموه زمان sleeping مرض النوم لانه ما بيصحاش. انواع التربانسوما اللي بتتنقل بالبوستيرير ستيشن او استيكورية، نوع واحد عليكم اسمه التربانسوما كروزاي بيعمل لي American Tribanomyces او Chagas disease. لو اتكلمنا على الفايف بيزك بتوعنا، الهوست المان سبيشال انفنت اند يونج تشيلدرن، وطبعا ده الفاينل هوست. الانترميديت هوست بتاعي او الفيكتور
وينجد بق او البقة المجنحة اسمها ترايتوما ماجيستا. ترايتوما ماجيستا ممكن نسموها كيسينج بق لانها بتقرص في الفيس، او كون نوز وينجد بق هي بقة لكن ليها اربع جناحات فسموها وينجد بق، او كون نوز لان الشكل الهيد بتاعها كانها ليها قمح او مناخير طويله. الانفكتيف ستيج اتفقنا عليها، الميتا سايكليك تربانوسوم في كل انواع التربانوسوما، والجيوغرافيكال ديستريبيوشن في السنترال والساوث امريكا. ايه الهابيتات بتاعي؟ بتحب التيشو اوف ميسينكايمال اورجان اللي خدتوه في الامبريولوجي والهيستولوجي، زي ايه؟ زي الهارت موسل، السموز موسل، الثايرويد جلاند، البون مارو، واللانج، والبرين، والماكروفاج فاجوسيستيك سيستم. ده منظر الترايتوما ماجيستا، او ليها اسم تاني اسمها ريديفيد بج، او الوينجد بج، او الكون نوز بج، او الكيسينج بج. المود اوف ترانسميشنز هنقسمه بيولوجيكال عن طريق البايت اوف ريديفيد بج، وهي احنا هنا اتفقنا ان افتر بروسيس اوف فيدنج الانسكت ديبوزيت انفكتيف ستول نير اور ات ذا بايت سايت، وبعد كده البني ادم بيقوم بالباقي عن طريق رابينج ستول. accidental ingestion of bug، احيانا البق دي تقع في الاكل ويبقى accidental ingestion، او ممكن parenteral عن طريق blood transfusion، او congenital من البيبي من المذر تو ذا بيبي across placental barrier، ممكن عن طريق organ transplantations من from infected donor. التربانوسوما كوروزاي بتبقى موجوده في تو فورم، التربو ماستيجوت فورم والامستيجوت فورم جوه الهوست. بتبقى التربو الامستيجوت فورم بتبقى عامله زي بتاعه الليشمانيا. التربو ماستيجوت بتبقى موجوده في البلود، اول ما بتدخل جوه السيلز جوه التيشو بتتحول لامستيجوت فورم، وهي زي الليشمانيا اللي هي بتبقى راوندد والكاينيتوبلاست موجود في اي مكان بالنسبه للنيوكليوس، والفري فلاجيل مش موجوده او روميننت فلاجيل. التربو ماستيجوت فورم زي التربانوسوما جامبينزي وروتسينزي قريبه منها، بس بتاخد شكل سي شيب وبتبقى مونومورفيك بوستيرير اند بوينتد، يعني البوستيرير اند بتاعتها بتبقى بوينتد، الناحيه اللي هي ما فيهاش فري فلاجيلا بتبقى بوينتد، وشكلها هي بتبقى متنيه على نفسها واخده السي شيب.